بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مأبوس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعظيم، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا بنتجول إن شاء الله ورضاكم، وأشكركم لمتابعتنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده إن شاء الله هنتكلم على اختبار، هو اختبار اللي هو شد بالإنفلات. واختبار الشد بالإنفلات دوت بيتم على الخرسانة اللي هي الهارد كونكريت. ولازم نحط في الاعتبار في حاجة اسمها اللي هو الاختبار الشد بالإنفلات واختبار اللي هو مقاومة الانحناء. غالبا لما بنيجي نعمل اختبار اللي هو الشد بالانفلات دوت ما بيجيبش نفس نتيجه اللي هو الاختبار اللي هو مقاومه الانحناء للخرسانه اللي هي الصلده او الخرسانه اللي هي الهارد كونكريت. غالبا بيجيب ما يعادل يعني ثلثين نتيجه اللي هو المقاومه بتاعه الانحناء بتاعه. الكلام اللي هنتكلم عليه دوت اتكلمت عليه كل المواصفات، لكن احنا هنركز على المواصفات اللي هي المواصفه الامريكيه اللي هي اس تي ام سي 496، والمواصفه برضو البريطانيه 1881 الجزء 117، وكمان المواصفه الاوروبيه اللي هي 12390 اللي هو الجزء الثالث. دي الحاجات اللي اتكلمت عن الموضوع طبعا، وكل المواصفات اتكلمت، بس احنا بنركز على دول، بالاضافه برضو للمواصفات المصريه القياسيه اللي هي بتتكلم عن الحاجات دي بتفصيل يمكن واضح بالنسبه لكل الفنيين. عشان انا اعمل الاختبار دوت لازم يكون عندي المكنه بتاعت التكسير، ويكون انا بتحكم في معدل التحميل بتاعها، وهي ليها تجهيزه. التجهيزه ديت غالبا بيكون منها تجهيزتين كمان، مش تجهيزه واحده. في تجهيزه بتكون خاصه بالاختبارات اللي بتتم على الاسطوانات اللي هي ال 15 ب 30، اي او في كمان للعلم برضه في بعض المشاريع بتشتغل باسطوانات اللي هي 16 ب 32، المهم يكون الطول ضعف العرض بتاعها. وكمان بجهاز نفس الجهاز دوت بيتم عليه الاسطوانات، وبيتم عليه المكعب، وبيتم عليه المنشور، يعني ممكن تجهيزه واحده يعمل الحاجات دي كلها. وفي تجهيزه ثانيه ما بيتمش عليها الا المكعب والمنشور بس، لان يعني البعد بيكون صغير فبيكون مجهز على قد المكعب. بدايه المواصفات كلها اتفقت ان الاختبار اللي هو الشد الانفلات دوت الخرسانه الهارد ديت ما يعتبرش ان قبول او رفض بالنسبه للخرسانه، يعني ما اقدرش احكم من خلاله على ان الخرسانه دي سيئه، الا في بعض المشاريع اللي هي بتكون ذو يعني بتكون ذات اهميه جامده جدا. زي مثلا لو كان مشروع بنعمله نظام خزان بالميه وكلام ده، فموضوع الشد بالنسبه له جامد جدا. فكره الاختبار ديت زي ما قلت هيكون في توفير لمكنه الاختبار، بالاضافه التجهيزه المناسبه اللي احنا هنشوفها ان شاء الله مع بعض وهنعمل اختبار عملي. وهيكون الاختبار ان العينات هتكون موجوده عادله، ولازم يتم في اول ما نطلع العينه على طول نمسح العينه سطح سواء اسطوانه او مكعب او منشور، ونبتدي التحميل عليها. ولازم يكون برضو بين الفكين في حاجه زي الحشو كده بنحطه، هو طبعا قالوا فايبر، لكن معظم العرب بيشتغل بحاجه زي الابلكاش، يمكن ممكن الاخوه العرب برضو يعرفوا هو الابلكاش. الابلكاش هو خشب مضغوط بس بيبقى التخانه بتاعته 3 مللي زائد او ناقص مللي، ويكون متطرفه على الاسطوانه. لو الاسطوانه بالشكل ده بيكون الشريحه ديت عليها بيكون متطرفه من جنبين، بيكون التخانه بتاعتها زي ما قلت ما بتعداش 4 مللي، بالاضافه الطول بتاعها بيكون اطول من طول الاسطوانه، والتخانه بتاعتها او العرض بتاعتها اسف بيبقى في حدود سم ونص، ويبقى واحده من تحت واحده من فوق، ودي هتكون اوضح مع المكان. وكمان معدل التحميل هيكون في ما بين بوينت 2 لبوينت 4، بوينت او 2 لبوينت او 4 نيوتن على المليمتر في الثانيه الواحده. وفي معادله كده هنعملها ان شاء الله، احنا بنشرح طريقه الحسابات ازاي هظبط الريت بتاع التحميل ده. دي كانت فكره كده، مجرد كلام على الاختبار وطريقته، واحنا هنشوف الجهاز هنصوره ان شاء الله، وهنجيب ابعاده ومقاسات وحاجات والحاجات دي كلها، وبالاضافه ان احنا هنجيب اسطوانه او مكعب احنا بيتم عليه عمليه التحميل. هنشوف مع بعض دلوقتي فيديو زمايلنا ازاي بيورونا الاختبار هيتم من بدايته لنهايته. واحنا قلنا الاختبار دوت اللي هو اسمه الشد بالانفلات، او في ناس او بيسمى كمان ايه هو الاختبار الشد الغير مباشر. واحنا قلنا ده بيتم على حاجه من الاثنين، يا اما بيتم على الاسطوانات اللي احنا عارفين اطوالها كلنا طبعا، الطول ضعف العرض ايا كان الطول ايا كان العرض، لكن لازم يكون الطول ضعف العرض. واحنا هنا نطبقه مع بعض على اسطوانه 15 في 30 سم.
وكمان بيتم على زي ما قلنا في المقدمة وحاولنا نوضح لقد ما نقدر ان ده بيتم على المكعبات 15 ب 15 وكمان بيتم على المنشور. وقلنا احنا في المقدمة ان الاختبار الشد بالانفلات دوت او اختبار اللي هو الشد غير مباشر غالبا بيستعمل في المشاريع اللي فيها خزانات، وخزانات بتكون دائرية بالذات. شكل الجهاز اهو زميلنا بيوضح لنا الصورة، الجهاز وصفه ازاي. طبعا شكل الجهاز ده ممكن يختلف لكن الطريقة واحدة والابعاد واحدة، ناخد بالنا ويكون الطول ده اكبر من طول الاسطوانه. احنا شفنا الراجل طلع الاسطوانه مساحه سطحي وشال عليها من عليها اي حاجه لازقه في جسم الاسطوانه، رمل او اي حاجه، وما يكونش فيها فويدز، ما يكونش فيها فراغات والا تستبعد الاسطوانه. هنا الراجل بيورينا ازاي هيحط الاسطوانه على الجهاز. طبعا انا بقول لحضرتك تاني مره تانية، الجهاز دوت شكله ممكن يختلف عندك، بس لازم هو يستعمل حشو او بنقول عليه الوساده، بتبقى غالبا هي بتبقى من الابلكاش غالبا. الحشو دوت او التخانه بتاعت الخشبه ديت اللي بيحطها ديت لازم تكون طولها اطول من طول الاسطوانه. يعني لو الاسطوانه اللي معاه ديت 30 سنتي يبقى الطول بتاع الخشبه ديت او الوساده ديت اللي بيحطها تحت الاسطوانه وفوق منها تحت التجهيزه، ناخد بالنا الراجل اهو بيورينا اهوت، تكون اطول منها. يعني يكون مثلا متطرفه في حدود ما يقلش عن سنتي من كل جنب الاسطوانه. شوف الراجل وصلها ازاي وبيربط الجهاز ازاي، وبرده بيحط قطعه حشو من برده من فوق. حته الحشو ديت لازم برده نديها اهميه يا جماعه، ما نستهونش بيها، ما نستهونش بالحته ديت. بيقول لك هو الراجل حتى في الكود كان موضح، وان شاء الله هنفتح المواصفه مع بعض وهنشوف. بيقول لك لو انت تستعمل اللي هي عينه 15 ب 30 زي ما الراجل مستعملها كده، هو هتكون حته الخشبه ديت اللي هو حطها بتكون التخانه بتاعتها او العرض بتاعها بيبقى 15 مللي زائد او ناقص 2 مللي. يعني ناخد بالنا يعني بيبقى التخانه بتاعتها من 13 مللي ل 17 مللي، والتخانه بتاعتها او السكنس بتاعها بيبقى 4 مللي زائد او ناقص 1 مللي، يعني من 3 مللي ل 5 مللي. ناخد بالنا من اهو الراجل بيورينا الماكت اهوت الطريقه ازاي والتجهيزه ازاي. وطبعا في مقاسات تانية بتختلف على حسب التجهيز، لكن احنا بنقول على المقاس اللي هو خاص بالتجهيزة اللي احنا شغالين بيها دي. دلوقتي هو بيظبط على المكنة بتاعته كويس وبيسنتر، واللي عمله في الارض دلوقتي وهو بيفرجنا طريقة تركيب التجهيزة ازاي، بيورينا طريقة تركيب التجهيزة في المكنة نفسها. دلوقتي بيثبت اللي هو الدراعين اللي هما بيثبتوا الاسطوانة عشان ما تجريش يمين او شمال، وبعد كده يحط حتة الابلكاش او الفايبر في الجزء العلوي برضو ويحط عليها التقل اللي احنا قلنا لحضرتك عليه، وبيتأكد من المكنة مستنطرة من ورا ومن قدام، يعني تكون في منتصف الفكين بالظبط عشان يبقى التحميل متوسطا والنتيجة تدي نتيجة صح. ادي بيحط برضو القطعة التانية يحاول يسنطرها، واحنا قلنا دي بتكون متطرفة بره الاسطوانه ما تكونش على حدها بالظبط، لازم تكون اطول من الطول بتاع الاسطوانه. لو يعني انت شغال باسطوانه 16 سم في 32 يبقى الابلكاشه دي او الفايبر دي اطول منها، وهكذا. حط بقى التقل اللي فوق، بس طبعا لازم يحافظ على نفسه زي ما احنا قلنا، ما يأذيش نفسه، واهم حاجه سلامتك في الشغل انت حضرتك شغاله. تمام كده، بالتالي واضحه اكن لحضرتك اللي بتعمل الاختبار معانا. برضه بيأكد تاني الراجل اهو مشكورا. طبعا الاستشاري واقف والناس المسؤوله واقفه والمشرف بتاعه واقف، فالراجل حريص في شغله، هو حافظ شغله ازاي بالظبط. بص بيتابع ازاي الراجل. تمام، وهيبتدي بعد كده يكمل اجراءاته وبيحط باليت حديد من فوق عشان يقرب المشوار ما بين فكين المكنه وجسم الجهاز او التجهيزه، ويبتدي يحمل على المكنه بتاعته ويتابع التكسير ازاي بيظبط الريت دوت ويقدر يظبطه. قال من بوينت 2 لبوينت 4 اللي هو السرعه بتاعته. تمام كده بيحمل، يعني الشغل بتاعي كده، واعتقد على قد ما امكانياتنا كده الامور واضحه. صوت المكنه واضح اهوت، ماشي يا محمد. سمعت التكه ديت؟ انا جبت صوت عشان اسمع صوت التكه اللي هو حصل لها فلق او تنصايل او كسر الاسطوانه بالطول، نازله هتطلع معاك كده دوت ايه، زي ما واحد مهندس علمها لنا بيقول لك طالعه زي الساندوتش طالعه. هنشوفها دلوقتي الشكل بتاعها عامل ازاي. طب هو بعد ما كسر كل حاجه بيسجل الرقم بتاعه، لكن في حاجه ياخد باله منها، وهي ايه هي ايه دلوقتي هيوريها لنا الراجل زميلنا دلوقتي.
شوف بقى الاسطوانه جسمها عامل ازاي اهيت، بيعمل ايه؟ ما بيرماش لا، بيكسر الاسطوانه ويشوف شكل الركام، يقدر يعرف المقاس الاعتباري هل في ركام كبير اكتر من المقاس الاعتباري ولا اقل ولا 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 الحاجات دي كلها، ويسجلها ويشوف اي ملاحظه فيها يقدر تلفت النظر. برضو بيعمل، احنا برضو المفروض نعمل على حاجه واحده بس احنا هنعمل مع بعض المكعب وهنعمل الاسطوانه. دلوقتي جاب المكعب وعليه الداتا بتاعته والميعاد بتاعه وكل حاجه وبياناته، وبيوزنه عشان يجيب الكثافه بتاعه الخرسانه زي ما احنا جبناها قبل كده، قلنا الكثافه بتيجي ازاي. هو هنا هيستعمل حته خشب اقصر. ايه الخشب؟ طب التجهيزه دي مجهزه الاثنين، في بعض المعامل فيها تجهيزه بتكون خاصه بالمكعب وجهه خاصه بالاسطوانه. احنا عندنا التجهيزه ديت بتشتغل على الاثنين. شوف بيعمل ايه، ناخد بالنا حته الشريحه اللي حديديه اللي فوق ديت، حطها فوق حته الابلكاش او حته الفايبر اللي هو التخانه، واحنا وديت تخانتها تختلف التخانه بتاعتها. ناخد بالنا دي اهو، انا جايب الصوت عشان نسمع اسمها التكه ديت. هنشوف برضو شكل المكعب طلع عامل ازاي معاه. بس انت اهم حاجه تاخد بالك من نفسك، واهم حاجه في كل مره بقول اهم حاجه سلامتك في الشغل، وطبعا وتاخد بقى. شوف برضو بيعمل فحص للمكعب ونقوله شكرا. احنا هنشوف مع بعض دلوقتي المواصفات اللي هي بتتكلم على الاختبار، او احنا بنتكلم منين، او بنجيب الكلام ده منين. احنا مش بنالف كلام، احنا بنطبق كلام مكتوب ومعتمد. المواصفة الأولانية اللي هي الكود الأمريكي اللي هو ASTM C 496، وادي العلامة واضحة عليه ديت اسم المواصفة اللي ياريت حضرتك تقراها، واحنا نفتح مع بعض المواصفة من جوه ونشوف ايه اللي بتقوله واللي احنا اتكلمنا عليه او اللي احنا ما قلناهوش وما فشلنا ان احنا او ما قدرناش ان احنا نقوله. فتحت المواصفة من جوه ولقينا الاباراتس او الاجهزة اللي انت هتستخدمها في الاختبار. هو بيتكلم هنا بقول لك تيستنج ماشين، بيتكلم على المواصفة بتاعت المكنة اللي انت هتطبق الاختبار من عليها او هتحمل عليها، وبقول لك حتى مواصفة المكنة كلها هترجع للكود الامريكي اللي هو ASTM C 39، واحنا اشرنا قبل كده في مواصفة في اختبار قبل كده عملناه وفتحنا السي رقم 39. وبرضو في الابارتس برضو بيتكلم على البلتة اللي انت هتستعملها او التجهيزة نفسها، بقول لك ابعادها قد ايه ومواصفاتها قد ايه. وانا اعتقد ان انت حضرتك لو قريت الكلام ده هتلاقي نفس اللي احنا وضحناه في الفيديو او في الشرح في المقدمة او في طريقة الحسابات، قدرنا نوضح على قد ما نقدر المواصفة او الشرط المطلوب في المكان انت هتشتغل في الجهاز اللي انت هتطبق به الاختبار. كل الجزء ده بيتكلم على التجهيزة اللي انت هتشتغل عليها. وهنا في نفس المواصفة برضو البروسيدور او الطريقة اللي انت هتعمل بيها الاختبار من بدايته ونهايته هيتم ازاي. هنا مديني صورة للجهاز بالاسطوانة الاختبار هيتم ازاي. هناخد بالنا هنا نفس الحشو اللي الراجل عمله اهوت، عليه علامة من تحت والاسطوانة معمولة ازاي. قلت لحضرتك ان شكل الجهاز ممكن يختلف، شكل الجهاز ممكن يختلف، ناخد بالنا من دي. انا قلتها اكتر من مرة عشان ما الناس ما تتخضش تحفظ الشكل اللي انا قلته لها وتحط في دماغها، او تحفظ الشكل اللي هي شافته في الصوره ديت فمخها يختل. لا، مفيش اي مشكله بين اي جهاز والتاني، المهم الابعاد واحده والهدف من الجهاز واحد. هنا في الصفحه الرابعه بيتكلم على طريقه الحسابات، دي المعادله بتاعتها الكالكوليشن اهيت. واحنا وانا ان شاء الله بعد ما نشوف المواصفه ديت هنحسب مع بعض ازاي، هجيب المعادله دي وازاي هصفيها وان شاء الله هنحسبها مع بعض، فما تقلقش منها. انت ممكن تراجع اللي انا قلته او اللي انا هقوله ان شاء الله من الكلام اللي حضرتك شايفه ده. دي صورة برضو من المواصفة، مش صورة انا مصورة، لا دي صورة من المواصفة. تاني مواصفة بتتكلم من خلالها وبتتكلم على نفس الاختبار برضو، هي الكود البريطاني اللي هو 1881 بارت 117، واعتقد ان هو ما يختلفش اي حاجة عن الاختبار الطريقة بتاعت الاستم، هي بس بعض الحاجات البسيطة. فانا هنفتح من جوه ونشوف فيها ايه مختلف عنها. في الكود البريطاني هنا بيقول على التخانة او السمك بتاع الابلكاش او الفايبر او الخشب اللي انت هتستعمله ما بين جسم العينة اللي هتختبرها وجسم التجهيزة. بيقول لك لو كانت اسطوانة وتكون هتستعمل خشب تخانته 1 ملي زائد او ناقص 6 ملي، لو في حالة اسطوانة 15 سنتي، ولو كانت الاسطوانة ديت الديومتر بتاعها 10 سنتي هتستعمل فايبر 1 ملي زائد او ناقص 4 ملي زائد، اعتقد زي ما قلنا، والتخانه هتكون 4 ملي زائد او ناقص 1 ملي. فناخد بالنا من التخانات دي يا جماعه برضو، نحطها محل اعتبار. في ناس في بعض المعامل
وانا اشوف ده بنفسي ما بيستعملوش الخشب دوت، لكن عايز اقول له اه ان حتى لو انت جبت نتائج كويسه وكل حاجه ومرجوه، تاكد ان النتائج دي مش هي النتائج الفعليه. المواصفه كمان اللي بتكلم من خلالها هي الكود الاوروبي 12390 الجزء السادس، ادي كلمه التنصايل اهيت عليها علامه اهيت، برضو دي المواصفه برضو اللي احنا بنتكلم من خلالها. واؤكد تاني المواصفات يا اخواننا الفنيين كلها لا تختلف عن بعضها الا في بعض الامور البسيطه، من ناحيه درجه الحراره، من ناحيه الابعاد، من ناحيه الارتفاع، من ناحيه الحاجات دي كلها. لكن طريقه الحسابات اللي انا ان شاء الله هقولها في اخر الفيديو بعد ما اشوف المواصفه، هتبقى هي طريقه الحسابات واحده بس، انت احفظ الطريقه اللي بقول لحضرتك عليها وطبقها، وان شاء الله ما فيش عليك اي خطا. دي فكره الاختبار، بس برضه بتاع المعمل لازم نحط في الاعتبار ان هو هيبص على شكل الاسطوانه، ان ما يكونش فيها فراغات، ان ما يكونش فيها اي عيوب، ان يكون الليفل بتاعها كويس، ان وبرضه ياخد باله هل الاسطوانه دي تم معالجتها، او العينه اللي بيختبرها دي تم معالجتها في الميه بالغمر او بالبخار او اي طريقه، اي طريقه لازم يسجل الحاجات ديت، وبرضه يحط حاجه الفحص البصري ان هو يبص هل فيها ركام اكتر من 40 مللي ولا لا. دي الحاجات دي كلها مهمه نحطها في الاعتبار. بقيه الحاجات الثانيه الفنيات والحاجات اللي هي الاكاديميه دي طبعا الناس المهندسين هم اللي يقوموا بيها، لكن ده الحاجات دي لازم الراجل بتاع المعمل يكون حافظها واخد باله منها. دي كانت فكره بسيطه على اختبار اللي هو الشد الانفلات بالنسبه للخرسانه المتسلطه، واتمنى ان اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه مطلوبه، واتمنى ان اكون وفقت، وارجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.